السلام عليكم. سجل المركز الوطني لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء اليوم الأحد هزة أرضية بشدة 3.9 درجات على سلم ريشتر بولاية بيجاية. حسب ذات المصدر سجلت الهزة على الساعة 4:07 بعد الزوال، وحدد مركز الهزة الأرضية ب 29 كيلومتر شمال شرق رأس كربون بولاية بيجاية. هذا ولم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية حسب الحماية المدنية باستثناء بعض حالات الهلع والخوف بين المواطنين. وللإشارة، عرفت ذات المنطقة هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.9 درجات على سلم ريشتر منذ حوالي شهر، وسجلت بها خسائر مادية معتبرة.